يابا هاي مع المولدات وقضية الكهرباء وما هذا صار أزمة أزلية، يعني ماكو علاج، ماكو علاج، ماكو شيء. صرفوا عليها مليارات ومئات المليارات من الدنانير وما علاج. ما طلع هذا الوزير عصام الشلبي يقلب ب 7 مليارات تعملها بعد 100 سنة ما تحتاج. ثانيا هاي الأسعار أما دق هل شاغل كل شيء، ما انطفى، كلش قليل انطفى الوطني. نحن بذاك الجانب ب 7000، هون ب 9 ب 10 الا ربع. زين هذا الفقير منين يجيب؟ اشغال ماكو، كلهم واقفين عطالين بطالين، لا شغل لا عمل. هم دق المولدات. لجنه المولدات لو انا ما عنده مولدات ومشاركه معها ما تعمل هاي الاسعار. كل ما طلع نسال ابو المولده يابا ليش؟ والله الجاز قليل قينطونه وما يكفي. ما يشتغل 10 ايام، ولما نرجع نشتغل البرميل ب 160 و150. يعني هل قل المسؤولين هم حشام هم ما يفتهمون ليس ما لقوا له حل؟ اخاف اخاف ما تعرف بعض المسؤولين والنواب هم عندهم مولدات ومشتركين معاهم وما يريدون، ما يريدون تشيل المولدات ولا يريدون يتحسن الكهرباء. اكو احتمال زي حتى يضغطون على اهل الكهرباء الوطني يطفون في سبيل انه يشغلون ياخذون الفلوس. هو هذا حال الشعب العراقي؟ خلي ينطون نفط، خلي ينطون باسعار مدعومه حتى ينزل الامبير. هما بس لغف 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 وكل شيء ماكو. خلي ينطون جاز للمواطنين، هو الجاز رب العالمين بعث للمواطنين وللشعب العراقي كله، هم مسكين وكلهم مكلبين بمذهب وما يسيمونه. هاي كم سنه؟ ما يكفي فلوس، فلوس وارصده وعمارات بالخارج وسيارات فارهه. يخلي يحقد على المواطن. هاي نحن قاعدين نجاك قاعده صار لي ما اعرف ايش قد مده، كريستان انا شغله ب 3000 200000 300000 والايجارات مالتنا مرتفعه. وفوقات الكهرباء هذا والموت الاعمق. حصه النفط ويني؟ مال القادق ما ينطونا اياه. هذيك الحصه ما رقم 8 نروح ونجي وماكو، نروح ونجي وماكو، نروح ونجي وماكو. هاي نحن النفط مالتنا ونصدر للعالم والعالم كله تستفاد منه ونحن ما نستفاد كل شيء منه. المولدات يقول لك يابا ما ينطونا. العوائل ما حد يستلم، رقم 8 ما حد يستلم بها. اسعى رقم 7 تروح الفازيخان يقف من للضغط ما تجي السياره. وهذا كل صرف 4-5000 دينار يودي البريمين ويجيب البريمين. ننظر شويه بعين العطف، شويه ارحموا الشعب هذا المسكين. والسلام عليكم. والله هي كلتها ما اقول لك الماسكيه كلتهم ما يخافون من الله. يعني كل المسؤولين لهم نسبه بها المولده. الا ابو المولده ما له اي دخل. ولا الوطني هو مستمر. وهذا المبلغ 9500 كثير. كثير فادمر يعني كثير على المواطن الكاهل المواطن، يعني شغل ماكو، حركة ماكو، الحركة تعبانة فادمر. يعني هاي عصابات كلها عصابات، بأي دائرة تفوت عصابة، بأي دائرة تفوت عصابة، تيجي على البنزين عصابة، تيجي على الغاز عصابة، المولدة عصابة، أي شغلة عصابة. كلها مسؤولين، كلها حوت، كلها مافيات. مافيات ما يخافوا من الله، تعبون الله يتعبهم إن شاء الله. يعني تعب الكاهل الفقير تعب فادمر. يعني هسه مثلا 7 امبيرات على 9.5 هي 70000، وذاك الشهر 116000 حاطين. وايجار المحل وهاي يعني فادمر فادمر، صارت الحياه صعبه. الوطني جيد جدا هذا الشهر الرابع. الوطني جيد جدا، بس ايش المشكله؟ المشكله الوطني الكهرباء متعاونين مع المولدات، من يجي راس الشهر يطفون. يطفون حتى المواطن يدفع اشتراك. واشتراك بسعر يريدون النقابه اللجنه. اذا ابو اللجنه كل واحد ابو اللجنه عنده 5-6 مولدات او 10 مولدات، اشد ينزل السعر وينزل امبيريه وينزلها. ماكو رحمه. من امن العقاب ساء الادب. ما يفيد، ما يفيد مع هذا، هذا يراد مشلع كله مشلع ما يفيد. او كادر جديد، ما حتى الكادر الجديد بده يجي يتعلم على، جيب واحد يعبد بوذا مسيحي او من الصين يحكم اللجان هاي يمسكها او المشاريع اللي يمسكها اهون واسرع وانسب.
يعني شي درى يعني هذا الخامس لما عملوه هذول ياكلون البزازين والكلاب، ها ما شفنا تعابيشي درجة أولى عملوه، هاي كم سنة صار له هو أبو داود. هذا الشهر تسعيره جت مال الأمبيرية 10,000 دينار الأمبير أو 10 إلا ربع. هو التشغيل يعني ما شغلوا، هاي شهر كان ماكو تشغيل. يقولوا لك 10 أيام فايضة قبل، بس هو التشغيل عاد تطلع يوم 21 بالشهر. يعني مو 21 بالشهر، مو 21 2 إلا 21 3، هذا شهر كامل. وهاي 10 أيام إضافية ضافوها. إحنا ما نعتمد على أبو المولدة ولا على المشغلين، نعتمد على الحكومة اللي ما عاد جهزهم بغاز. يعني هسه الجو حار، خلي يجهزوهم بغاز. حتى يقص على الأمبير على المواطن باي الأزمة، رمضان والناس صيام والتشعيرة ما لهم غالية. اللوم وقع على أبو المولدة لو على الحكومة. عليه من؟ واللي على الظالم اللي خلى هذا العداد بالمولدة. ايش شعور بينه هذا العداد؟ قبل كنا بلا عداد مرتاحين، هسه خلوا العداد صمت ابواب المواطن، مو العداد. حسبي الله ونعم الوكيل اللي عمل هاي بالمواطن الموصلي. اكثر مسؤولية دولة عند مولدات بالمنطقة القديمة وبالموصل حتى يستفادون من التشعيرة من المولدة. وهذا كله مفتعل عندهم. خلي تطلع تيجي لجنة من بغداد او يطلعون لجنة من النزاهة ويخشعون شكو. بس تشغيل تسعيره خرافي وماكو شيء. المواطن منين يجيب؟ منين يجيب المواطن؟ بعد شهر رمضان ناس صايمه لا شغل لا عمل، منين يجيب المواطن؟ الفقير منين يجيب؟ هسه اعرف عوائل اللي حد ما دفعوا اشتراك بس الشهر اللي قبله، بس الشهر الثاني والشهر الواحد ما دفعوا اشتراك، ما عندهم وقاعدين بدون كهرب. ليش؟ الى متى؟ يعاني المصلي من الامبيريه ومن المولده ومن يروح على دوائر الدولة الزحامات، بس عندنا بالموصل اكو هاي موجودة، غير محافظات ما موجودة. يعني إلى متى؟ أبو أشرف